ازيكم يا بنات، معاكم وعد. وحشتوني جدا. كل سنه وحضرتكم طيبين، يقعد عليكم بالخير واليمن والبركات وبرضا الرحمن، امين يا رب العالمين. النهارده معايا قرص يدوي. قرص يدوي هيتعمل في البيت. لو انت عايزه تخسي هتخسي كتير جدا 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 في رمضان، حوالي 15 20 كيلو في رمضان. عايزه تسمني برضو هتسمني حوالي 15 20 كيلو في رمضان. خليكم معايا وما تروحوش بعيد، وما تنسوش تعملوا لايك وانتوا بتسمعوا الفيديو كده فضلا وليس امرا. المكون اللي معانا يا بنات كنت عامله قبل كده منه مشروب، وناس كتير بتتغافل عن طريقه تحضيره، فانا النهارده هعمل لكم منه اقراص ونتائجه هتكون اسرع واوفر واسهل في الوقت. معايا النهارده النخاله، الرده اللي احنا بنشوي بيها السمك، بنجيبها بننخلها كويس عشان لو في اي حاجه فيها زياده بتختفي خالص، تمام؟ ونجيبها زي بالشكل ده، وهنعمل خطوه حلوه جدا جدا. لو انا واحده عايزه اخس، ركزوا بقى معايا في التحضير، ركزوا كويس. لو انا واحده هاخدها علشان اخس هعمل معاها حاجه حلوه. ربع معلقه زنجبيل او نص معلقه من هنا بتاعه الشاي دي اهي، لو معلقه الشاي يبقى نص معلقه، المعلقه الكبيره يبقى ربع معلقه اهي، وكده هقلبها كويس جدا جدا، تمام؟ طيب انا يا وقت انا هخس عايزاها للتسمين، ان اتخن، ما تحطيش الزنجبيل، ركزوا تاني اهو. انا هعملها عشان اخس، هنحط معاها نص معلقه الزنجبيل المطحون. انا عايزه اتخن، ما تحطيش الزنجبيل، صح كده؟ تمام. ركزوا في طريقه التحضير. ماء سبكه غليه هاخد منها كده، انا كده يعتبر قلت طريقه التحضير للتسمين ركزوا يا جماعه، محدش يعدي حاجه من الفيديو عشان تشوفوا كويس. ومفيش زي ما احنا اتفقنا يا بنات ان دي افضل من اقراص الرده اللي في الصيدليه دي. بصوا دي مفيده جدا جدا، احلى من تاني، وكمان يعني بيني وبينكم يعني وفرت عليكم فلوس ووفرت عليكم تدخل الحاجات اللي بتبقى جوه الادويه، تبقى حاجات ايه ما نضمنش. الحاجه الطبيعيه مفيش اسهل منها. انا عملتها بالشكل ده، عامله زي الرمل اللي في المصيف لما بتحط عليه شويه ميه بيبقى بالشكل ده. انا مش هعرف اعملهم اقراص، هجيب اي شريط قديم بتاع ادويه، اي شريط قديم، تمام كده، وهبدا اعمل عليه شكل الحبوب زي ما انتم شايفين كده اهو. للتخسيس جنزبيل ورده، للتسمين اهو بصوا كده، يعني ده انا كده دهولت الدنيا. انت خليكي حكيمه يعني كده اهو. انت لما تيجي بقى هنحطهم في الفريزر طبعا، تمام اهو، هوريكم شكلها بعد ما انا جمدتها كانت عامله ازاي. بصوا يا بنات انا عملتها على شريط برشام اللي هو المدور مش اللي هو ده، كانت بالشكل ده اهو. بصوا كده، بصوا ناشفه ازاي اهو في الفريزر، في حاجة ازاز بقى، برطمان ازاز كده، ويكون مفتوح وتحطيه في الفريزر او في طبق، مفيش مشكلة ما تصعبيش على نفسك الدنيا. اول ما ينشف يعني يجمد هتطلعي القرص كده هتلاقيه ماسك زي الفل. هناخده للناس اللي بتخس بقى، ركزوا احنا كده طريقة التحضير 100 100 والدنيا بقى زي الفل. بصوا بقى اللي بيخسوا هياخدوا يفطروا، يعني الاذان يأذن بتاع المغرب، تاخد القرصين، تاخد لها قرصين كده ثلاثة كده اهو كده، تاخده تبلعهم بكوبايتين ميه، يعني تشرب اول ثلاث اقراص بكوبايه ميه، وبعد كده تبلع وراها كوبايه ميه ثاني، تمام كده. دي هتحسي ان وانت قومي صلي بقى، يعني قومي صلي المغرب عمال ما ايه الاكل يتحضر زي ما انت شايفه بقى حياتك ماشيه ازاي، تمام كده. احنا الاذان ياذن هاخدهم او ما اصلي يتنشطوا شويه في المعده، وبعد كده ادخل اكل. دول للي هيخسوا قبل الاكل. انا عايزه اتخن يا وعد، بعد ما تاكلي وتملي بطنك وتشبعي هتاخدي تلات اقراص زي دول، ووراهم كوبايتين ميه برضو، ووراهم كوبايتين ميه بعد ما تاكلي بقى. دي الوصفه دي مش هتملى البطن وتخليكي عندك كرش وبطنك منفوخه والكلام ده، لا، ده هي بترمي في الجسم كله. لما تشربي وراها كوبايتين الميه اللي عايزه تتخني هيعمل تنفيش في المعده، هيمري على جسمك كله. جميلة جدا 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 الوصفة دي في التسمين وفي التخسيس كمان.
انا كده قلت كل حاجه، واسفه لو كنت طولت عليكم بس عشان تفهموا كويس. والله كمان مره يا جماعه هتلاقوا نتائج ملحوظه جدا جدا من اول اسبوع ان شاء الله. بالله عليكم امنتكم امانه وحياه رمضان الكريم عليكم ده، لا تعملوا لايك للفيديو، امنتكم امانه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.